تعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على إعداد التشريعات الناظمة لعملية شحن المركبات التي تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التشريعات التي يجري إعدادها تأتي استكمالا لحزمة حوافز وإجراءات أعدتها الحكومة لتشجيع الإقبال على اقتناء السيارات التي تعمل على الكهرباء الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. وكان مجلس الوزراء وافق على إعفاء المركبات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة، والتي تصل إلى نحو 8 إلى 9 آلاف دينار، ومن الجمارك وضريبة المبيعات. كما تم إعفاء بطارياتها وهي الأكثر كلفة في المركبة الكهربائية من الجمارك وضريبة المبيعات، وكذلك إعفاء قطع الغيار.